حنا كنحضروا الحفل ديال الافتتاح ديال الانشطه ديال هذه الجمعيه الفتيه بنشاتها والكبيره بطاقمها وبمنخرطيها وبالمسيرين ديالها. وطبعا حنا اليوم اولا حضرنا في اطار التلبيه ديال الدعوه الكريمه اللي وجهوها لنا واللي كنشكرهم عليها. هو فيها واحد النوع من التقدير لهاد الاطر ولهاد الشباب، وفيها كذلك واحد النوع من الدعم المعنوي بانه اليوم المغرب بلادنا كاملين ومحتاج السواعد ديال يعني الجميع. واكيد بانه هذه الجمعيه ان شاء الله بهذا المستوى الكبير ديال هذا الحفل الافتتاحي وبهذا الضيوف اللي حاضرين، اكيد بانه غادي يكون عندها ان شاء الله مستقبل واعد، وغتكون اضافه ما غتكونش فقط نسخه من جمعيه من الجمعيات اللي كاينه، فاكيد بانه ان شاء الله غتكون اضافه نوعيه. ونتمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه، ونتمنى لهم ان شاء الله مزيدا من العطاء في اطار الخدمه ديال هذا البلد الحبيب اللي كنفتخروا بالانتماء ديالنا ليه. شكرا لكم. بدعوه كريمه من جمعيه الاخوين للتنشئه الاجتماعيه على اساس يعني تكريم معين، وهي في حد ذاتها التفاتة إنسانية لطيفة، ويعني أنك تكرم واحد الإنسان في الحياة دياله يعني شيء جميل، وإن كان هذا التكريم يعني بسيط في حد ذاته فهو يعني له دلالات عميقة إنسانية، وباعتبار أنه ما قدم الإنسان من أعمال جليلة سواء على المستوى الإنساني سواء على المستوى الاجتماعي أو الفني. أنا سعيد جدا بتواجدي مع هذه الجمعية، واللي عندها انطلاقة الأولية ديالها كنتمنى لها التوفيق إن شاء الله والنجاح ومسيرة موفقة إن شاء الله، وشكرا.